بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. يؤسفني أن أسمع في كل يوم قصة عن تلك الحماية، أم الزوج قد طردها ولدها أو أنها تعامل زوجة ابنها بطريقة سيئة. كم يؤلمني كثيرا عندما تعاملين زوجة أخيك بطريقة سيئة. أيضا نتألم كثيرا لسماع أن تلك الأخت تظلم وأن ذلك الأخ قاطع رحم وأنه. لماذا نحن أصبحنا نعيش في غابة؟ لماذا أصبحنا كالوحوش البقاء للأقوى؟ هذا هو قانون الغاب. نحن لا نمشي في حياتنا على قانون الغاب، نحن لسنا حيوانات أعزائنا المستمعين والمستمعات، نحن بشر في قلوبنا رحمة، في عيننا خشية من الله. ما بالكم تتقاتلون على الدنيا وكأنكم وحوش نريد أن يأخذ من الفريسة أكبر قدمة كبيرة من اللحم. هكذا نحن نتقاتل على الدنيا. في الحقيقة أني سأقول لكم كلام الكثير ممكن ربما يهزأ به، ولكن هذه هي الحقيقة. لماذا لا نغير مفاهيمنا تجاه الحياة؟ نعم نغير فكرتنا تجاه أمي وأختي وأبي وزوجي وأبي زوجي وجارتي وصديقتي. لماذا الجميع أعداء؟ لماذا؟ الحياة أثبتت لي أن الزوج جسرا حتى أخاف الله فيه وأدخل الجنة، وأن الابن ليس تحت السيطرة، وأن حبه وحنانه عليه هو أفضل تربية، والابنة جنة في الدنيا وبدونها تنقص نص متعة الدنيا، فأحسني تربية ابنتك. وأدركت أن الجار حاجة وعازة ووصية جبريل، فابحثي عن جارك وأكرميه. وفهمت أن الأقارب سلوى وبدونهم نصبح كالشجرة بلا أوراق وبلا ثمر. تعلمت أن زوجة الابن وادعة، أودعها أهلها في ذمة زوجها وهو محاسب عليها أمام الله فيها. فكوني معينة لابنك على أمانته التي أعطاها إياها أهلها، ولا تأخذك الغيرة فتتعدي محارم الله. تعلمت زوجة الأخ أخت حبيبة، بعد أختي محبتها هي امتداد لمحبة أخي، فلا تخسري صلة رحمك بسببها. وأدركت أن الأصدقاء أصداف ثمينة لا يمكنني التفريط فيها، وأيقنت أن طهارة القلوب في سلامتها. غدا سنكون ذكرى فقط، الموت لا يستأذن أحد. سامحوا من أساء إليكم، وكفوا عن علاقاتكم الغريبة، وكفوا عن الغيبة والنميمة، كفوا عن أهم شيء في هذه الحياة، كفوا عن الحسد. نعم لقد أكل الحسد قلوبكم حتى باتت سوداء وشنيعة. كل واحد منكم ينظر إلى ما بيد الآخر. ألا يعجبك ما بيدك؟ قل لي ألا يعجبك ما بيدك؟ هذا هو، ألا يعجبك ما بيدك؟ هذا الذي قسمه الله لك، النبي سعادة، النبي راحة. القناعة كنز لا يفنى. كما قلت لكم نحن لسنا وحوشا، نحن لا نعيش في غابة. اجعلوا من علاقاتكم الإنسانية علاقات راضية وراقية. أنا لا أستطيع أن أعيش بدون أخي أو أختي أو أمي، وإن كنت لا أعيش بدون أخي فيجب أن لا أعيش بدون زوجته، فزوجته وأولاده جزء منه. وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون أختي، لذلك سأتعايش مع زوجها وأولادها ويكونون جزءا من حياتي. ولا أستطيع أن أعيش بدون زوجي، لذلك أمه وأخواته وأهله جزء من حياته، فعلي أن لا أتخلى عنهم حتى لا يتخلى هو عني. ويجب أيضا أن لا أتخلى عن زوجة ابني، لأني أغار منها وأحسدها على ما هي عليه، وربما أنا لم أحصل عليه، وأنسى أنني إذا تخليت عنها أن ولدي سيتخلى عني، فهي جزء من ولدي ومن حياة ولدي. استيقظوا عباد الله، ما أرخص السعادة، والله ما أرخص السعادة، وإنك لتحصل عليها بدون مال، بدون أن تدفع فلسا أو قرشا واحدا. السعادة في كلمة طيبة، وفي ابتسامة بسيطة على الشفاه، في معاملة جميلة، في هدية بسيطة قد لا تكلفك الكثير. نعم
هذه هي السعادة، أن أحترم الغير وأن يحترمني الغير. وكفوا عن ترهاتكم وأقبلوا على الحياة، ولا تقولي فلان لديها، ولا تقل أنت فلان أخذ وأعطى، قل الحمد لله أعطاه بالخير فليعطني الله مثل ما أعطى. ولا تتمنى أبدا أن يعطيك الله ما أعطى الكفار أو ما أنعم به على أناس جعلوا نعمة الله في الفسق والحرام فيكون لك ذنب. كلمات راقت لي وأعجبتني وبدأت أحاول تطبيقها في حياتي لعلي أحصل على السعادة والطمأنينة وأكون ممن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أرجو من كلماتي أن تكون قد أخذت موقعها من قلبكم وبدأتم تنظرون إلى الأمور بمنظار حسن وإيجابي، بعيدا عن السلبية وبعيدا عن الأفكار الشيطانية. نحن لسنا في غابة، نحن في جنة، كل ما فيها حب وصلة رحم. إذا أعجبك المقطع لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب. إذا لم تكن مشترك في قناتي فأني أدعوك للاشتراك، وإن كنت مشتركا فأني أنتظر تعليقاتك بفارغ الصبر. لا تنسوا أن تنشروا هذه الفكرة بين من تحبون لعلها تكون سببا في تغيير حياة الآخرين نحو الأفضل، نحو السعادة، نحو راحة البال، نحو علاقات اجتماعية أكثر رقي وحضارة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.